إذن مشاهدينا الأحبة، عمان دائما مزهرة بعطائكم، ونحن أيضا مستمرين معكم في قهوة الصباح. بالأمس تابعنا أيضا تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 تحت شعار التحصين وقاية، ولمتابعة جهود أيضا وزارة الصحة ينضم معنا الآن عبر الربط المباشر من محافظة مسندم الزميل محمد بن عبد الله العلوي. اهلا وسهلا بك يا محمد، وصباحك خير معنا ايضا في برنامج قهوه الصباح، الكلمه لك مباشره. صباح النور حوراء، ونحييكم من مجمع خصب الصحي بولايه خصب بمحافظه مسندم. بدات منذ الصباح الباكر طبعا عمليه التطعيم لكوفيد 19، وقد تم الاحتفال قبل قليل تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة هنا في ولاية خصب بمحافظة مسندم. طبعا راح نأخذك مباشرة إلى غرفة التطعيم، هناك سيتم تطعيم أحد العاملين الصحيين هنا في ولاية خصب بمحافظة مسندم في مجمع خصب الصحي. طبعا نعم حوراء، في هذه اللحظات طبعا يتم تحصين احد الاطباء العاملين في المؤسسات الصحيه هنا بمجمع خصب الصحي لاخذ طبعا الجرعه الاولى من لقاح كوفيد 19 المستجد، بانتظار طبعا التطعيم في هذه اللحظات. إذن حوراء أعزائي المشاهدين، نحييكم طبعا مرة أخرى، ونعود لمعرفة التفاصيل. نرحب بالدكتورة طبعا نوال بنت إبراهيم بن محمد الشحية، مديرة دائرة مراقبة الأمراض هنا بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم. دكتورة نوال صباح الخير. صباح النور. نتعرف عن استعدادكم وتحضيركم. بدأنا طبعا من الصباح الباكر عملية أخذ اللقاح حقيقة للعاملين الصحيين في خطوط الأمامية من الكوادر الصحية. يعطيكم العافية دكتورة. جميعا إن شاء الله. تحدث عن استعدادكم وتجهيزكم وتحضيركم اللي أخذ اللقاح يا دكتورة. في البداية تم تشكيل فرق على مستوى المديرية برئاسة المدير العام، وتشكيل فرق أخرى فرعية على مستوى المؤسسات الصحية برئاسة الأطباء المسؤولين ونقاط ارتكاز البرنامج التحسين الموسع. تم عمل مناقشة الخطة الاستعداد والجاهزية للتطعيم، وتم وضع خطة تنفيذية على مستوى المؤسسات الصحية. تم عقد ورش تدريبية عملية ونظرية على مستوى المحافظة لجميع الكوادر المسؤول عن إعطاء التطعيم. كما تم تجهيز قائمة من دائرتنا وتوزيع على مستوى المؤسسات لترشيح الفئات المستهدفة للتطعيم ليتم التواصل معهم. يوم أمس طبعا تم طبعا بالتعاون مع استراحة الجو السلطاني العماني توزيع اللقاح بالتعاون مع المدير العام للخدمات الصحية لمختلف ولايات المحافظة الأربع، نتحدث عن هذا الجانب دكتورة، وأيضا لإيصال اللقاح إلى الفئات المستهدفة. أولا نتقدم مشكورين لسلاح الجو السلطاني العماني على تعاونهم الدائم معنا من بداية الأزمة لحد اليوم.
حيث تم التعاون معهم والتنسيق معهم على توصيل كافة اللقاحات المخصصة لكل مؤسسة صحية بحسب القوائم التي تم استلامها. وتم الانطلاق عن طريق الجو إلى ولاية مدحة وثم ولاية دبا ولاية ديمة وكمزان نظرا للبعد الجغرافي وكونها الوسيلة المتاحة بشكل أساسي. نعم. حاليا الحولة الحملة التحصين والوقاية يعني بدأت اليوم، كيف سيتم أيضا يعني تطبيقها في ولاية المحافظة من خلال أيضا برنامج معين؟ أولا سيتم تقسيم الفئات على دفعات حسب الكمية التي يتم استلامها من المركزية. أسبوعيا سوف يتم تطعيم فئات محددة، أولا خط الدفاع الأول العاملين الصحيين، ثم يليهم فئات المجتمع ذوي الأمراض المزمنة، ثم الفئات الأخرى. مدى تفاعل أيضا المجتمع مع رسائلكم التوعوية دكتورة نوال؟ يوجد وعي مجتمعي حول أهمية التطعيم ونحن متفائلين إن شاء الله راح في يوجد إقبال إن شاء الله في الأيام القادمة من جهة المجتمع على التطعيم. نعم، هل من رسالة دكتورة نوال يعني وأنت مدير الدائرة طبعا الرقابة ومكافحة الأمراض بالمدير العام للخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال هذا الربط؟ الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة منذ بداية الأزمة والوباء، التزام التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، نظافة اليدين، وإن شاء الله الإقبال على التطعيم. طبعا احنا التقينا ببعض الكوادر التي تم طبعا تطعيمها من الكوادر الطبية هنا في المجمع، وأبدو حقيقة يعني ارتياحهم لكون أيضا هناك يعني رسالة يحبوا أيضا يوجهوها للمجتمع من خلال أخذهم هذا اللقاح للتورة. الحرص على التثقيف يعني التثقيف الذاتي واكتساب المعلومات من مصادرها الرئيسية وعدم الالتفات للشائعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتقليل العبء الذي سوف يكون مترتب على يعني عدم الالتزام وزيادة العبء على الكادر الصحي في المؤسسة. إذن في الختام نشكر الجهود الحقيقة المتواصلة من قبل الجميع هنا في محافظة مسندم لإنجاح هذه الحملة. شكرا لك الدكتورة نوال بنت إبراهيم من محمد الشحية من المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة مسندم. عفوا. إذن حوراء يعني منذ الصباح الباكر ونحن في مجمع خصب الصحي، حقيقة العديد من الكوادر الصحية في الخطوط الأمامية الأولى أخذوا اللقاح والتقينا بهم، ويعني أيضا هذا رسالة من خلال أيضا لقاهم لممونية اللقاح، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في محطات قادمة بإذن الله تعالى. الله. شكرا لك زميل محمد بن عبد الله العلوي على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا أيضا عن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 من محافظة مسندب بالتحديد ولاية خصب. يعني أيضا أكدت وزارة الصحة أن جهود السلطنة في التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 هو إنجاز بالفعل وطني عالي، واللقاح المستخدم مر أيضا على جميع المراحل السريرية. إذن مشاهدينا الأحبة نحن أيضا مشاهدينا الأحبة أيضا نستمر معكم في قهوة الصباح وأيضا في جميع محطاتنا الحوارية. نروح الآن إلى فاصل قصير وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم من جديد، كونوا معنا.